بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم استراتيجية التغيير للدكتور صلاح بن صالح الراشد. أخي الكريم، أختي الكريمة، مرحبا بك مرة أخرى. تدور فلسفة هذه الطريقة العلاجية على حل المشاكل المتعلقة بالتصرفات السلوكيات، وذلك بالنظر عن الدوافع الإيجابية ورائها. قم بعمل التالي لمعالجة أي مشكلة سلوكية. 1. حدد المشكلة، كأن تكون الغضب أو الخجل أو التسرع في الحكم أو الغيبة إلى آخره. إذا كان هناك أكثر من تصرف خاطئ، فقم بمعالجة كل تصرف على حدة. 2. تأكد أنها مشكلة. اسأل نفسك، هل هي فعلا مشكلة؟ هل أود التخلص منها؟ هل لو منحت التخلص منها الآن أقبل؟ وأسرع طريق لمعرفة ذلك هو أن تسأل نفسك، لو أني حصلت على الحل الآن كما قلنا، فهل ستقبله؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب وبسرعة، فأنت ترغب بذلك. إذا كانت الإجابة بتردد أو بالنفي، فأنت ربما لا تحتاج أن تعالج هذه المشكلة، أو تحتاج لأن تقنع نفسك أنها مشكلة. إذن ارجع إلى 1 في تحديد المشكلة، وحدد المشكلة بالضبط. هذا السؤال يكشف لك عما إذا كانت هذه مشكلة أم أن عقلك الباطن يتغطى بها كما شرحنا من قبل. 3. حدد الدوافع الإيجابية. كل إنسان فيه جوانب كثيرة، الجانب العاطفي، الجانب الغضوب، الجانب المجتهد إلى آخره. استدعي الجانب الذي يسبب لك الإزعاج، لنقل أنه الجانب الغضوب مثلا. قل له شكرا لقدومك، هل بالإمكان تخبرني عن الدوافع الإيجابية؟ اكتشف 3 دوافع إيجابية على الأقل، ركز مع هذا الجانب فقط، لا تنتبه إلى الجوانب الأخرى، لا تنشغل بها. يمكن أن يقول لك، أنا غضبان لأحمي نفسي من الآخرين، أنا أغضب لأحصل على حقوقي، أنا أغضب لكي يحترمني الآخرون. هذه دوافع إيجابية، ودوافع إيجابية محترمة تجعله يقوم بهذا التصرف. لو قال أنا أغضب لأني لا أتحكم في أعصابي، فهذا ليس دافعا إيجابيا، هذه نتيجة كما أنها سلبية. ابحث عن دوافع إيجابية، مثل ما قال، أنا أغضب لكي أحصل على حقوقي، أنا أغضب لكي يحترمني الآخرون. دائما هناك دوافع إيجابية. القاعدة عندنا تقول، وراء كل تصرف إنساني نية إيجابية أو دافع إيجابي. أحيانا تكون الدوافع طبعا أكثر من 3، سجل على الأقل 3 دوافع ثم تابع. 4. ضع بدائل للمحافظة على الدوافع الإيجابية. استدعي الجانب المبتكر المبدع فيك، قل له شكرا، هل بالإمكان أن تبتكر لي بدائع أقوم بعملها بحيث إذا فعلتها أحافظ على الدوافع الإيجابية لكن أتخلص من التصرف السلبي؟ انتبه، لا تقبل أن تدخل جوانب أخرى أو تدخل عليك جوانب أخرى، مثل الجانب المحلل أو الجانب اللوام، بحيث يقول لكن هنا الجانب المبدع الذي يضع الحلول فقط، ولا يحلل ولا يلوم ولا يخاف. كان يقول مثلا للدافع الإيجابي الأول، وهو حماية النفس من الآخرين، قم بالمطالبة بحقك من الآخرين وبكل أدب ولطف. وللدافع الثاني، تابع حقوقك كاملة. وللدافع الثالث، أطلب من الآخرين احترام رأيك إلى آخره. انتبه، هذه ليست بالضرورة حلول للغضب، إنما أمثلة. عقلك هو أعلم بالحلول المناسبة لك، لذلك هذا التمرين يعمل مع كل شخص على حدة، ولذلك يجب عليك استشارة عقلك وطلب الحلول منه. انتبه كذلك لأن تكون الحلول إيجابية. افعل وليس لا تفعل، جملة مثل لا تقبل إهانات الآخرين، جملة سلبية لا تصلح في العلاج هنا. 5. نفذ الحلول. قم بشكر الجانب الإبداعي، واستدعي الجانب المطلوب مرة أخرى، اشكره ثم كرر عليه الدوافع الإيجابية والحلول المطروحة للمحافظة عليها مع الاستغناء عن التصرف السلبي. اسأله هل يقبل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب وفورا، فتكون عندها قد قبلت الحلول، فابدأ بتنفيذها، في الغالب تكون تخلصت من المشكلة. إذا كانت الإجابة بالسلب أو بالإيجاب المتردد، فارجع إلى 3، خطوة حدد الدوافع الإيجابية، وابحث عن دوافع إيجابية أخرى. قد يكون لديه دوافع إيجابية أخرى لم تكتشفها بعد، قد يكون هناك ما ينقص بعد، والحلول لا تحافظ
على الدوافع الإيجابية المتبقية، أحياناً تحتاج فيها إلى أن ترجع إلى الخطوة رقم واحد، وهي حدد المشكلة وتحدد أصلاً المشكلة بالضبط. 6. اختبر التصرف الجديد. قم بتخيل نفسك في موقف كنت تتعرض فيه للتصرف السلبي. تخيل المنظر أمامك، كيف ترى نفسك تتصرف الآن في الخيال؟ إذا رأيت الحلول الإيجابية تأتي لك فوراً فقد تحقق المطلوب. إذا لم ترى الحلول فقم بالعودة إلى خطوة رقم 4، وهي أن تضع بدائل جديدة للمحافظة على الدوافع الإيجابية. يمكنك أيضا اختبار نفسك في أول محاولة حقيقية تتعرض فيها للتصرف. إن هذه الطريقة في علاج السلوكيات المنحرفة أو غير المرغوب فيها طريقة مؤثرة جدا لو أحسنت استخدامها.